إلى مبنى شركة الطيران التركية في وسط بيروت. بكر أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا هذه المرة، والهدف الاعتصام في إطار تحرك سلمي ستليه تحركات لاحقة سيكون أولها إطلاق حملة شاملة لمقاطعة البضائع والمصالح التركية في لبنان للضغط على تركيا لبذل جهود لإطلاق ذويهم. أهل مخطوفي أعزاز وصلوا إلى المبنى، صعدوا إلى الطبقة الأولى ووقفوا أمام باب الشركة، وضعوا وفي بادرة رمزية الشمع الأحمر على باب الشركة وحائطها، وأرفقوه بورقة موقعة باسم أهالي المخطوفين. بعض الأهالي لم يصل في الوقت المحدد فحضر بعد وصول الدرك الذي حال دون دخول هؤلاء إلى المبنى. ومن أمام شركة الطيران التركية أدلى الأهالي ببيانهم: إن جميع التحركات اللاحقة حتما ستكون سلمية إفساحا في المجال أمام الجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ونتمنى عليهم وضع سقف زمني لمساعيهم حتى يكون لتحركاتنا في المستقبل طابع آخر. نعلن رفضنا المتاجرة بهذه القضية من أجل إطلاق بعض المساجين المنتمين إلى بعض التنظيمات الإرهابية، لأن أهلنا هم أبرياء زوار لا شأن لهم بالسياسة ولا بأي تنظيم سياسي. المعتصمون الذين أحيطوا بمواكبة أمنية تمنوا على جميع اللبنانيين التضامن معهم في حملة مقاطعة المصالح التركية.